السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وقدم منتخب تونس أداء طولي طوال 90 دقيقة، لكنه سقط في النهاية بخطى ساذج يستغله هاري كين مهاجم إنجلترا ليسجل الهدف الثاني من ضربة الرأس. وتقدمت إنجلترا مبكرا عن طريق كين الذي استغل كرة ارتدت من يد معز حسن وحارس تونس في الدقيقة 12، لكن منتخب نسور قرطاج تعادل في الدقيقة 35 عبر ركلة جزاء سجلها فرجاني إنساسي. وسجلت تونس أول هدف عربي في النسخة الحالية من المونديال، لكنها منيت بالخسارة العربيات الرابعة بعد منتخبات السعودية ومصر والمغرب. ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة السابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا، بعد أن أوكوتسح الشياطين الحمر بنم بثلاثية نظيفة في وقت سابق من الاثنين.